نتواصل معكم مشاهدينا، بنستكمل باقي فقراتنا لهذا اليوم والحديث عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولية. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بضيوف الأردن، هم أهل بيت وأصحاب بيت، إحنا الضيوف. فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بمسرحيين متميزين في الوطن العربي، في خدوجة صبري. خدوجة نعم. من ليبيا، وحضرتك ممثلة مسرحية، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك، تمتلك روح حلوة كمان يعني. الله يخليك، شكرا. وأيضا من مصر الحبيبة بالمخرج المصري جمال عبد الناصر، أهلا وسهلا فيك. أهلا الله. أنتوا كلكم بتسموا كده. جمال عبد الناصر. أهلا وسهلا فيك. وحضرتك مخرج مسرحي ومصري، لكن أخرجت العمل الليبي. وأيضا اسمحوا لي أرحب أيضا من مصر بالمخرج المسرحي لمسرحية عشق الهوانم بجلال عثمان، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. زي مصر وأهل مصر. الحمد لله. أنا كنت أحكي برا الهواء، أسأل عن ليبيا ولا أسأل عن مصر ولا أسأل عن اليمن ولا عن سوريا. على كل أن يبدو أنه الألم جمعكم. طبعا. على كل إن شاء الله بتعود الاستقرار لبلدانكم وبتعود الأمن والأمان لكم إن شاء الله. يعني يمكن هذا بذكرنا الأردنيين بأنه فعلا الأردن في نعمة. الحمد لله. استخدوجة الممثلة المسرحية، نحكي عن الحكاية. حكاية طرابلسية. هيك بتلفظها. رجولي تاني. حكاية إيش؟ طرابلسية. 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 لفظتها مظبوط. بالضبط. هي حكاية طرابلسية، ولكن في نفس الوقت احنا نقوله أولا، تسمحيني نصبح على كل الإخوة المشاهدين، وأكيد احنا يعني سعداء بهاللقاء من خلال برنامجكم. حكايتنا هي طرابلسية صحيح، ولكنها في نفس الوقت عربية. تحمل أكيد هم واحد. المرأة في هذا العمل هي معاناة في كل مكان، في أي مكان، في أي قطر عربي. أولا كبيرتها فقدان الأم، تأثير الأم في حياتنا كم لها أهمية. ثم الموضوع الآخر اللي هو قصة الآنسة اللي تقعد بعد سن 40 ما تتجوزش، إيش يصير فيها في مجتمعنا العربي. في مجتمعنا العربي في اللي معها وفي اللي ضدها، في أكيد في تأثيرات نفسية من خلال هذه المعاناة، ولكن في النهاية في أمل، في تفاؤل. فمن هذا الانطلاق احنا بدينا في هذه الحكايه الطرابلسيه. الحقيقه يعني فعلا اكيد، يعني استاذ جمال وكل فريق العمل سعدنا جدا. كان امبارح احنا عرضنا في المسرح الدائري، وكان في دفء شديد مع الجمهور. احنا حنقولوا نخبه، ولكن ايضا كان في جمهور عادي حضر هذا العرض. حاولت اني نسال انا شخصيا عن اللهجه، لقيتها جدا قريبه، لان انت عارفه بالاردن واللهجه يعني فعلا في المصطلحات كانت واضحه. فهذه نقطة أيضا أساعدتني. حضور الجالية الليبية، حضور يعني كان العرض مليء بالتفاعل ومليء بالإطمئنينة أنك تقدمي عمل وأنت مستريحة. مدة المسرحية كم؟ تقريبا 42 دقيقة بالضبط. يعني في الأول لأن هي مسرحية صعبة، مونودراما. والمونودراما لما تقولي مثلا الزمن هذا صعب، لكن أنا حسيت البارح ما كانش في، كان الجمهور متفاعل مع العرض حتى بعد. أنا قلت لهم حسيتوا بملل، قالوا لا يعني. فأعتقد أن هذا شيء جميل. نحن سعادين جدا أن احنا في هذا المهرجان. تحية للأستاذ فراس، يعني فعلا الدكتور فراس، أنه هو فعلا كان يعني مهتم جدا بكل الوطن العربي، ولكن لليبيا تحديدا كان مصر أنها هي ليبيا تشارك. فأعتقد أنها أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. الأستاذ جمال عبد الناصر المخرج المصري وأيضا والليبي المخرج للعمل الليبي. شو تمازج الحضارات. نحكي عن إخراجك للعمل المسرحي المشارك. هو يمكن المسرحية دي بالنسبة لي كانت حكاية يعني طرابلسية، بتشكل صعوبة شوية أو تحدي، مش هنقول صعوبة، لأن أنا أخرجت قبل كده أكتر من عمل مسرحي مصري. فكانت الصعوبة أن أنا أخرج نص بلهجة غير لهجة مصرية وهي لهجة ليبية، والصعوبة التانية أن أنا بخرج لأول مرة عمل مونودراما. يعني أغلب المسرحيات اللي أنا أخرجتها قبل كده كانت مش مونودراما، يعني مسرحية فيها مجموعة كبيرة من الممثلين. فدي كانت الصعوبة. الصعوبة الثالثة برضو أن أنا بتعامل مع ممثلة برضو ليبية مش مصرية. فالثلاث صعوبات دول أو التحديات دول الحمد لله يعني ناس كتير، وانا برضو عندي احساس بان انا نجحت في ان انا اتخطاهم بشهادة يعني الجمهور اللي تلقى العرض.
وانا كنت مستمتع وانا في الاخراج المسرحيه، لان المسرحيه زي ما خدوجه كده اشارت ان هي بتتناول قصه امراه عربيه بتتعرض لقهر والظلم من قبل المجتمع لمعاناتها في ان هي تجاوزت السن الزواج، وهي بتبرر ليه هي تجاوزت سن الجواز ده من خلال ان هي شافت تجارب لثلاث سيدات في حياتها من أصدقائها. الثلاث سيدات دول مروا بتجارب فاشلة أو بتجارب مأساوية في الزواج، وهي بتشخص الثلاث شخصيات دول داخل العمل المسرحي. يعني بتلعب أكتر من شخصية. هي بتجسد ثلاث شخصيات بتجسدهم المعاناة، وهي شخصيتها الأساسية اللي مثلت هذا الدور. أربع شخصيات طبعاً. مش سهل أبداً طبعاً. أبداً مش سهل. أنا راح نرجع نحكي بعض محاوري، رب الوقت يدركنا. الأستاذ جلال عثمان أيضا من مصر، وحضرتك بدي أركز مخرج مسرحي لعشق الهوانم. هو أولا صباح الخير يا أردن، صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا تلفزيون الأردني. عندكم برنامج صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. على فكرة وصعب جدا أن أنا كنت أصحابه، لأنه عنده بدري جدا، إنما عزيز على قلبي جدا أن أنا أبقى موجود الحقيقة في تلفزيون الأردني، ودي زيارتي الأولى للأردن الحقيقة. رغم أن أنا يعني شاركت في مهرجانات العربية كتيرة جدا، ولكن أنا سعيد جدا جدا، وبعض الزملاء والأصدقاء قلت لهم يا أرجو من الله سبحانه وتعالى أنه تبقى الأردن زي ما هي كده، يا رب يا رب، لأنه ما حدث كبير قوي. الأجمل من المسرح ومن الكلام ده كله الحقيقة أنه هذا التجمع، التجمع العربي في الوقت الحالي ده أصبح شيء مهم جدا، وخصوصا في حالة الإبداع. حالة الإبداع احنا محتاجين النهاردة، الشكل اختلف، محتاجين إبداع آخر النهاردة يحاكي المتغير السياسي اللي حصل على القطر العربي كله. وانا من كلام الاستاذه خدوجه والاستاذ جمال عن الشخصيه الامراه العربيه، يبقى احنا ابتدينا نحاكي، ابتدى المسرح يتجه اتجاه نحو انه يحاكي الشارع العربي بشكل بقضاياه الحقيقيه بعد ما اطلقوا عليه الربيع العربي، وهو ليس ربيع في المره. عشق الهوانم، عشان نخش في العرض المسرحي، عشق الهوانم هو عرض مصري عربي، اسره مصريه، اسره عربيه، لو حاولنا ان احنا نقول ده او ده، حاويه للتراث والعادات والتقاليد وللقيم اللي تربينا عليها. بيت كريم فاتح دراعاته لاي حد يطرق بابه، ولكن بيعمل علامه خطر، احذر من القادم اليك، اللي بيطلب اللجوء اليك، واللي بيطلب ان هو يحتمي فيك، خد بالك منه. الطيبه ليها حدود، احنا طيبين الى ابعد درجه، لدرجه ان احنا بيضحك علينا، لدرجه ان هم بيستغلوا هذا الغباء الاجتماعي انه يخترقنا وانه يشرخ الجدار ما بين الافراد وبعضها وما بين القطر كله. العرض بينتهي عندي لانه لما بيفطن اهل البيت المصري او العربي، لانه شايل الاثنين، انه بيحول البيت الكريم لمقبره للغزاة. يعني من يتصور انه داخل عشان يضحك علينا؟ لا، ما احنا مش هيضحك علينا خالص. احنا اصبحنا النهارده في وعي، اصبحنا النهارده عندنا قدره على اتخاذ قرارات حاسمه ومصيريه في ان احنا نقدر نحمي نفسنا ونحمي تاريخنا وعاداتنا وحضارتنا وثقافتنا. نعم. انا بدي احييك. بنرجع للست خدوجه الممثله المسرحيه الليبيه، المسرحية الليبية، وأيضا نتحدث عن واقع المسرح في ليبيا، وخاصة بعد الظروف الأمنية اللي أنتوا عشتوها. كيف المسرح الآن؟ شو وضعه عندكم؟ حاليا طبعا للنظر للظروف احنا اللي بنعيشها، اكيد يعني كل شيء مؤجل، ولكن هو هذا روح الاصرار رغم كل الامور اللي بتصير، لكن ارضى موجود المسرح الليبي. مشاركتنا في هذا المهرجان اكبر دليل، واكيد في زملاء اخرين يشاركوا في المهرجانات، لكن دائما الامل موجود، واحنا متفائلين ان الجاي ان شاء الله افضل، وحيكون ايضا نهضه مسرحيه من جديد وتلفزيونيه وسينمائيه، لان احنا ضد لا الارهاب، احنا لان رسالتنا نؤمن بها وحابينها جدا. نعم. ولهذا ان هي لازم تستمر بكل بكل ما في الحياه. نعم. يبقى الامل والجاي احلى. يعني على موضوع الارهاب، فالان جاءنا خبر عاجل لمشاهدينا، القياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه توجه ضربه جويه لعدد من المواقع التي تتخذها الجماعات الارهابيه لمركز لانطلاق
عملياتها الإرهابية. طبعا هذه الضربات كانت أو المراكز كانت متخذينها حتى أنهم يضربوا عدد من المواقع أو الأراضي الأردنية. فكل التحية والإكبار والإجلال لطاقم القوات المسلحة الأردنية، نشام الوطن وسياجه وأمنه وأمانه، والله يحمي الأردن. يعني إحنا ضد الإرهاب وهذه الجماعات الإرهابية اللي الآن يمكن الشغل الشاغل للعالم أجمع كيف يتم القضاء عليها. ربي يحفظ الأردن. ربي يحفظ الأردن إن شاء الله. أستاذ جمال عبد الناصر المخرج المسرحي، وأتحدث الآن عن أمور هامة جدا تفصيلية فيما يتعلق بإنجاح المسرحية. نتحدث عن الضوء ونتحدث عن الصورة، وأنا بعرف إنه العشيات رح يكون في هنالك دورة حول فيما يتعلق مقدما إن شاء الله. رح بدأت تكون هي بدأت للصوت وأهميته. نعم. كمخرجين مسرحيين أكم هاي الأمور بتأثر عليكم أهميتها؟ هو طبعا يعني الصوت ده أحد الأدوات المهمة جدا للممثل، خاصة في المسرح، لأن الممثل المسرحي الصوت بالنسبة له أحيانا بيكون المسرح يعني تكوينه مختلف، ممكن مسرح بيبقى قاعة صغيرة، في مسرح ممكن بيبقى كبير. وأنا يعني ضد استخدام الآلات الصوتية، المكبرات الصوتية أو المايكات، التقنيات في المسرح، لأن ده بيفقد الممثل شوية وما بيعملش بينه وبين الجمهور تواصل، لأن التواصل ده مهم جدا من خلال الصوت، من خلال الحركة، من خلال الأداء اللي بيمثل بيه. فعلشان كده يعني دي حاجة مهمة جدا ان يكون في المهرجان في دورة عن الصوت، ان الممثل يتدرب على ازاي ان هو مخارج الاصوات بتاعته، حدة الصوت بتاعه وتون الصوت، يعني كل العناصر اللي تخص الصوت، لان زي ما اشرت في البداية ان الصوت ده احد ادوات الممثل المهمة جدا خاصة في المسرح. ويمكن استاذ جلال يعني خبرة كبيرة ممكن يضيف للموضوع. وده حصل معانا امبارح عرض امبارح، يعني كان في حميمية شديدة، يعني انا كان في الاول يقولوا لي في بعض الزوايا في المسرح مش واضحة، بس بالعكس يعني حسيت اني وصلت لاخر الكرسي. يعني بيعتمد على تون الصوت عند المخرج طبعا. هو زي ما قال الاستاذ جمال، الحقيقة كل فراغ مسرحي او كل فراغ بيتم فيه العرض له تقنياته الخاصة. لما بعمل في مسرح دائري فهنا محتاج لتون صوت معين جدا، لأنه كل ما قربنا من الجمهور كل ما الدفء والحميمية زادت، وبالتالي ما ينفعش أزعق في وش الجمهور. الخشب التقليدية يجوز أن أنا يبقى عندي طبقة صوت أعلى، لأن أنا بوصل لآخر متلقي قاعد في آخر الصالة. المسرح الهواء الطلق، الساحات، الميادين، كل مكان له. عشان كده مهم جدا الشغل على الممثل في أدواته وتدريباته، على الصوت وعلى الجسد وعلى الأدوات الخاصة بالمشاعر الداخلية والأحاسيس والتعبير، إزاي يعبر في مسافة قليلة زي ما الأستاذة خدوجة في الدائري، فهي ملتحمة بالجمهور. على المسرح الكبير هيبقى تعبيره ازاي عشان يصل الى نفس الحكاية. وهلا في تعبير بالصوت وتعبير بالجسد مرات، لغة الجسد هي اللي بتوصل الرسالة، وهي في مسرح مهم جدا. طبعا يمكن كمان هو العرض بتاعك انت كنت بتعرضه في القاهرة في مكان مختلف عن العرض في الأردن، يعني عشان كده هو حصل يعني التجربة دي. ممكن العرض كان في قاعة في مصر، في مصر قاعة مساحتها 20 متر في 10 متر قاعة، وجمهور قاعد في وسط الحدث نفسه. هنا حصل تغيير. لما نيجي بقى ننقل العرض على خشبة مسرح تقليدية زي خشبة عظيمة زي المسرح الملكي، اعتقد التقنية كلها تختلف. هنا الممثل ازاي يتغير ويتحول ويوظف ادواته اللي اتدرب عليها لخشبة خشبة مسرح كبير. علم بحد ذاته المسرح عالم، علم بحد ذاته. أستاذ جمال عبد الناصر، يمكن سؤالي الأخير اللي بدي أختتم لقائنا فيه، الوضع المسرحي في مصر ومصر أم الفن لا أحد يستطيع أن ينكر، شو الوضع عندكم بعد الظروف الأمنية الآن؟ هل أنتم راضون على وضع المسرح المصري؟ احنا دلوقتي يعني في مصر اعتقد ان في، يعني احنا قبل ما نيجي كان في مهرجان اسمه المهرجان القومي للمسرح المصري، والاستاذ جلال كان مشارك فيه بعرضه وحصل على جائزة من خلال العرض، ضم اكتر من بتهيالي اكتر من 40 او 52 عرض مسرحي. وهقول كمان ملحوظة مهمة جدا، ان ال 52 عرض مسرحي دول هم نتاج يعني فترة كانت فيها الاحداث في مصر مش مستقرة، فلما يطلع 52 عرض مسرحي في فترة فيها الاحداث غير مستقرة، فده بيدل ان المسرح
حتى في وقت الأزمات أو في الوقت اللي بقى فيه حروب أو في أي حاجة فعال وموجود، ودائما الحراك المسرحي يعني بيطلع أكتر والمسرح بيزدهر أكتر في وقت الشدائد. صحيح. ولو بصين ده بيستفزنا على فكرة. حوالي يعني ده اللي حاصل في مصر ده بيستفز يعني المصر. أخرج بنعمل مسرح في الشارع، بنعمل مسرح في الميدان، بنشتغل، ودي رسالة لا يمكن تنتهي أبدا إطلاقا. يعني احنا عليه حدودنا حوالي 10 مسرحيات يعني بين بنغازي وطرابلس يعني طبعا. محاولات المهم لا نقف يعني. والتعاون بقى الليبي المصري كان كمان موجود يعني ما كانش بس كمان طبعا يعني احنا نشوف من خلال حكايه طرابلسيه الممثلين الليبيين المسرحيين والمخرج مصري فريق برضو ايضا التقني مصري ليبي يعني كمان طبعا يعني. احنا سعيدين جدا بتواجدكم في التلفزيون الاردني، بتواجدكم في الاردن، بتواجدكم على المسرح الاردني، عزيزين علينا جميعا. انا لي امنيه واحده انه تعود بلادكم لامنها واستقرارها وتعود هالروح الحلوه مصر إن شاء الله، رغم إن شاء إنها الله. الروح المصرية دائما جميلة جدا. أهلا وسهلا فيك الممثلة المسرحية الليبية خدوجة صبري، أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا فيك أيضا المخرج المسرحي المصري ومخرج لحكاية طرابلسية للعمل الليبي جمال عبد الناصر. أهلا وسهلا. كنت عايز أشكر إدارة مهرجان عشيات طقوس المسرحية الدولي لأنه هو أتاح لنا الفرصة أن احنا نشارك بالعرض المصري الليبي والعرض المصري، وهو مهرجان متميز جدا وعنده خصوصية في المسرح الطقسي ودي مش موجودة في الوطن العربي كله في مهرجانات كتير جدا. إن شاء الله تكونوا انبسطوا. أنا بشكرك. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك أيضا الأستاذ المخرج المسرحي لمسرحية عشق الهوانم جلال عثمان، أهلا وسهلا فيكم. أمنياتنا لكم بإقامة سعيدة جدا في الأردن. أهلا وسهلا فيكم. أعيد الخبر مرة ثانية سالم إذا ممكن. مشاهدينا وصل عاجلا هذا الخبر، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية توجه ضربة جوية لعدد من المواقع التي تتخذها الجماعات الإرهابية كمركز لانطلاق عملياتها ضد أراضي أردنية. يعني هذا الخبر بدللنا على أنه أمن وأمان الأردن شيء مهم جدا. تحية مرة أخرى لقواتنا المسلحة الأردنية، تحية لنشام الوطن حامل وطن وسياج حدوده، وإن شاء الله الأردن يظل بأمن بهمة الأردنيين وقلبهم على هذا الوطن.